يقول: ما هو القدر المجزئ من إظهار الدين في بلاد الكفر؟ هل هو إظهار أركان الإسلام فقط أم يشمل إظهار عيب أديان الكفار والعداوة لهم؟ والجواب أن إظهار الدين يجمع أمرين: أحدهما إعلان شعائره الظاهرة كالأذان والصلاة والصيام وغيرها، والآخر البراءة من دين المشركين بعيب دينهم. ذكر هذا جماعة من المحققين، منهم عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ وأخوه إسحاق ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ وحمد بن عتيق وعبد الرحمن بن سعدي رحمهم الله. فلا بد من اجتماع هذين الأمرين، بأن يعرف الكفار من هؤلاء المسلمين الذين بين أظهرهم أنهم يرون بطلان دينهم.